السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. رجعلكم بفيديو مميز جدا. عاوزين حاجة ترطب علينا في الحر دوت، وقررت النهاردة نعمل ايس كريم كريمي من غير اي اضافات باودر. هنستخدم كل المكونات كلها طبيعية. هنعمل النهاردة الايس كريم، طبعا عشاق الكبار والصغار، ايس كريم المانجا. طريقته سهلة وبسيطة، وعاوزة اقول لكم طعمه في منتهى الجمال، وما تفرقوش عن بره. وايه التكايه اللي بتديله القوام ده زي ما انتم شايفين. ان شاء الله وصفه النهارده تعجبكم، وهنعمله باشكال كتيره جدا. هنعمل اللي هو العلب اللي هو اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت، وهنعمل كمان القوالب اللي معروفه بتاعه الايس كريم. بس اتمنى ان انتم تعملوا لايك للفيديو، وتشرفوني على القناه عشان تكبر عيلتي بيكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم وصفاتي اول باول. يلا بينا على المقادير. انا هنا معايا حبيتين من المانجا. يعني بصوا، هنعمل بصوا كل الكميه دي بحبيتين من المانجا. ببتدي ان انا اجيبها واقطعها نصفين. طبعا انا هنا حطاها، كنت حطاها في الفريزر، وبتديني صراحه نتيجه ممتازه عن ان انت بتستخدميها يعني بره الثلاجه او كده. هي افضل طبعا تبقى في الفريزر عشان سهل معاكي وانت بتفصليها. ببتدي بقى اخد اللحم كله وانزله في البوله هنا كده بالمنظر ده. هعمل الحبيتين المانجا بالمنظر دوت، ادي كده المانجا جاهزة معايا. سر بقى الايس كريم، الكوباية الحليب المكثف. هسيب لكم طبعا لينك الحليب المكثف، احنا لسه عاملينه من قريب. هسيب لكم لينك الصفحة، لينك الفيديو بتاع الحليب المكثف. وطبعا عملنا قبل كده برضو الايس كريم، بس كانت بنكهات مختلفة. ان شاء الله ده بقى هيعجبكم جدا جدا لعشاق المانجا. طبعا حطيت هنا المانجا زي ما انتم شايفين قطع كده، وحطيت عليهم كوباية من الحليب المكثف. ابتدي بقى اخدهم كده في الخلاط واخلطهم مع بعض. بصوا القوام هو ده المطلوب، قوامه كريمي جدا جدا وطعمه بيبقى مميز قوي والله العظيم، احسن كمان من اللي احنا بنجيبه من بره كطعم كمان. حطيته بقى ايه كده في هجيب كده القوالب زي ما انتم شايفين اهو. حبيت طبعا اللي انا اوريكم قوامه. هنا انا جايبه العلب دي بتاعت الايس كريم، ابتديت ان انا اجيبها واحتفظ بيها. طبعا بغسلها كويس جدا، وببتدي اشيلها. وادي هنا بصوا بصب طبعا الايس كريم. عاوز اقول لكم كريمي جدا جدا، ريحته مش قادره اقول لكم، طعمه فظيع والله العظيم، افضل كمان من اللي انت بتجيبيه بره. لانك انت بتعملي الفاكهه ذات نفسها، ما بتحطيش اي نكهات باودر او اي حاجه او اي مواد حافظه. هنا عملت لي الكوبايات بتاعه الايس كريم اللي هي الكبيره دي 3، وعملت لي 5 اكواب من القوالب بتاعه الايس كريم. لو مش متوفر عندكم ممكن عادي تستخدموا ديت، او ممكن تحتفظي بيها بكياس، كياس اللي هي الثلاجه. تبتدي تصب الخليط، وتبتدي اول ما معاك كده يبقى كريمي او حاجه، تبتدي بقى حتى في الكوبايات اللي هي العاديه بتاعه الشاي، ما فيش اي مشكله. ببتدي طبعا اخبطه كده عشان الهوا لما يجي يتجمد معانا ما يبقاش ما يطلعش معانا مظبوط. هنا معايا الخشب اللي هو اللي بيتقلب بيه الشاي، ابتديت ان انا اجيبه وهبتدي احطه بالمنظر ده. طبعا هي ليها الحاجة بتاعتها برضو اللي بتطلع الايس كريم، بس انا بفضل الصراحة يعني الخشب دي، بحيث بقى ايه ان احنا فعلا زي كأننا جايبينها من بره. يعني هما الاولاد بيحبوا حاجة زي كده، فانتي يعني ايه، انا حبيت ان انا اقرب لهم الدنيا واعمل لهم الحاجة ديت طبعا في البيت، والافضل احسن طبعا من غير الوان ولا اي حاجة. بص ما شاء الله عملت معايا كمية كويسة جدا جدا. هحطها بقى في الفريزر لحد ما تتجمد. وادي شكل كده الشكل القوالب بتاعت الايس كريم. وادي هنا كمان كوباية الايس كريم جاهزة معايا. عاوز اقول لكم طعمها في منتهى الجمال، اتمنى